ما كيعنيو ليه والو في الحقيقه، كنهضروا ولكن لي برانسيب ما كيعنيو ليه والو، هو لي برانسيب اسهل ما ما ما, ما تبعناش فيهم، فما بالك في ليكيتي فيسكال. ليكيتي فيسكال هي مساواه المواطنين امام الضريبه، والاشكال المشكل هنا هو ان الجماعه ماشي بالضروره كتكون كيكونوا دي زاكت فولونتير، يعني اراديه انهم ما تكونش المساواه، بعض المرات كتكون عدم المساواه نتيجه غير على عدم تجديد ولا تحيين الوعاء الضريبي، وهذا مشكل لان النتائج ديالو اوخر من هذوك لي مانوفر اللي كيكونوا حتى في ريكوفرمون دو دي زان. وهنا بغيت نشير انه ما كايناش استراتيجيه عند الجماعه في تنميه الموارد الماليه. ندوز النقطة الأخرى هي التعاون في وسط الجماعة، لأن لي سيرفيس ديال الجماعة ماشي بالضرورة كيكون التعاون، وإلا كون كان التعاون زعما بطريقته المثلى كانوا غيكونوا نفس لي مونطون اللي كاينين مثلا في لا ديفيزيون تكنيك ولا لا ديفيزيون ديال لوربانيزم ولا لو سيرفيس ديال لوتوريزاسيون كوميرسيال، كانوا غيكونوا بحال عند الوعاء الضريبي. كنلاحظوا ان هناك فرق، وهذا الفرق ناتج ان عدم التعاون بين المصالح داخل الجماعه، بالاضافه الى عدم التعاون بين الجماعه ولا بين مصالح الجماعه مع